كتشوف تي في دائما كتساندوني وكتوقفوا معايا من البدايه ديال المشكل ديالي، يعني من الاول ديال المشكل ديالي بديتوا معايا ووقفتوا معايا، وبزاف ديال الصفحات اللي وقفوا معايا كنشكرهم من هذا المنبر اللي خطيكم عليا. وبالنسبه للمشكل اللي عندي دابا، يعني عندي واحد المشكل على قبل واحد المحل تجاري اللي كنخداه الشريك الثاني، ورفع عليا دعوه قال لك بانني انا سد ليه المحل وكنستغل المحل، وكنتفاجئ بالحكم القضائي اللي حكموا عليا باش نخلص 20500 درهم، يعني جيشت المليون و10000 ريال خصني نخلصها كاستغلال المحل التجاري اللي مسدود وما عمرني حليته وما عمرني خدمت فيه نهائيا. يعني بالشهاده ديال الجيران كلهم عارفين بلي هذا المحل من نهار تصلح تسد. يعني انا علاش غادي نخلص انا هذا الثمن هذا وانا ما حلاش هذا المحل هذا ما خدامش فيه؟ هذا هو المشكل اللي عندي، وانا راه ثقتي في الله كبيره وفي القضاء ديالنا، ما كنتش كنتصور ان الحكم غادي يتحكم عليا باش نخلص هاد الجيش 8 و10000 درهم او 10000 ريال، يعني 20500 درهم خصني نخلصها انايا. البدايه ديال المشكل كما كنتو كتعرفوا كان عندي مشكل مع الزوج ديالي بات وليداتي، كنرفع عليه دعوه ديال الطلاق. من بعد ما طلقش لان كانوا حكموا عليه باش يحط واحد المبلغ في المستحقات، ما حطهمش، داك المبلغ جاه كثير، صافي ترفضت الدعوه ديال الطلاق. وقبل ما ترفض الدعوه ديال الطلاق بات وليداتي باع الدار الاخ ديالو، المهم الدار تباعت ودعانا بالافراغ ودعى الدراري بالافراغ حتى هما وتحكم بالافراغ، والمحل التجاري حتى هو عندي فيه دعوه مع بات وليداتي حتى هو، المهم عندنا دعوه قضائيه في المحكمه وعندنا نزاع على هذا المحل هذا. حتى كنتفاجئ ان الشريك الاول كيبيع المحل للشريك الثاني. المهم راكم غتعرفوا القضيه، راه الناس اللي كيعرفوني راه متبعين القضيه من البدايه ديال الامر، يعني من البدايه ديال الاول كاع ديال المشكل راه كانوا متبعين القضيه ديالي وعارفين، عارفين شكون اللي شرى المحل، عارفين شكون اللي شرى الدار، عارفين شكون اللي تسبب في هذا المشكل هذا كله، هو راهم عارفين، يعني الناس كلهم راهم عارفين. المهم ما عليناش، انا كنتفاجئ بالمحل اللي كيتباع، يعني الشريك الاول عنده 50% في هذا المحل وانا عندي 50%. انا كنتفاجئ في شهر 6 27/6 يمكن 27/6 كنتفاجئ بعون قضائي كيجيب لي اشعار كيقول لي بان المحل راه تباع. صافي انا فاش ديت داك الاشعار ديالي ديته للمحامي شافو، جيت للمحل كنتفاجئ كنلقى القفوله في المحل، ما حليتوش، ما عندي باش نحل، وهاد القفوله هادو شكون اللي دارهم؟ الله اعلم، لان المحل السوارت ديالو راه كاينين عند بات وليداتي اللي عندي معاه نزاع على قبل هاد المحل، وكاينين عند الشريك الاول، وفي داك الاشعار اللي مصيفط ليا كيقول لي بانه من بعد ما طاف في المحل ودار جوله وخلى المحل كما هو عليه، يعني هو راه دخل المحل شافو. ايوا انت دخلتي المحل شفتيه، هاد القفوله هادو شكون اللي دارهم؟ يعني هاد القفوله هادو شكون اللي دارهم؟ الا درتهم انا يعطيني الاثبات بان هاد القفله انا اللي درتهم، هاد القفله هادو واش انا اللي درتهم؟ واش هاد المحل انا مستغلاه؟ المحل باقيه فيه، باقين فيه السطوله ديال الصباغه، كي خليته انا يا راه باقين فيه السطوله ديال الصباغه، باقين السواقت ديال الضو ما راكبينش، باقي يعني بزاف ديال الحوايج في المحل، يعني راه مازال ما كملش في الاصلاح ديالو. اذا هاد المحل هذا شكون اللي مستغلو؟ ما مستغلو حتى واحد، وعلاش انا غادي نخلص ليه هاد 20500 درهم؟ واش هذا ماشي منكر؟ يعني انا كنتفاجئ بهذا الحكم هذا، كنتفاجئ به، وراه جا الخبير المحل ودار معاينه وشافو ودار بان المحل لم يزول فيه اي نشاط، وفعلا راه كاين الشهود، هذا المحل ما عمره تحل، المحل عمره ما تحل، كملنا فيه الاصلاح اللي مازال ما كملش 100%. شديت انا الرخصه، من بعد ما شديت انا الرخصه كنجيو كنلقاو واحد لافويت في المحل، داك لافويت ما تصلحاتش، يعني بقات هكاك، سدينا الماء سدينا كلشي، مشينا. هذا الشيء هذا غادي يكون تقريبا في شهر 4، هذا الشيء هذا في شهر 4، لان انا تقريبا شديت الرخصه ديال المحل في شهر 4 فاش شديتها. شهر 5 شهر 6 كنتفاجئ بالاشعار بان المحل راه تباع، والتشريك الاول ما علمنيش، ما صيفطش لي يقول لي راه بغيت نبيع واش بغيتي تشري ولا ما غاتشريش، ما علمنيش، تباع المحل. جيت انايا كنلقى القفوله للمحل ما دخلتش، صافي رجعت للدار ويبقى المحل من شهر 6 لحد الان ما عمرو تحل. ايوا فين هذا الاستغلال هذا؟ علاش انا غادي نخلص 20500 درهم؟ علاش؟ انا ما خداماش، مين غادي نجيبها؟
كوني كنت خدامه في المحل ومستغله المحل غادي نقول ايه نخلص، ولكن المحل راه مرا كاينين شهود وفي العداله هنايا. علاش تطلق هذا المشروع هذا؟ باش انك بغيت انا باش نخدم وغنزيدكم دابا هذا المحل هذا. علاش خدا الشريك الثاني المحل؟ راه ماشي خدا باش يخدم فيه ولا غير باش يسد عليا المحل باش انا ما نخدمش. واش انا عندي نزاع مع باط الدراري وجيتي انت وشريتي المحل؟ علاش شريتيه؟ علاقه المحلات؟ اعطى الله المحلات. انا عندي مشكل مع باط الدراري، يعني اذا انت خصك تبعد على اي حاجه عندها علاقه بيا ما توصلهاش، فهمتي؟ علاش جيتي بالضبط وخديتي هذاك المحل؟ والثمن باش خدا المحل غياخذ به محل اخر، الثمن باش خدا المحل غياخذ به محل اخر. يعني هذا راه هي ضد فيا باش انا ما نخدمش. يعني انا خصني يعني باش انا نتزير، وراه كاين العساس حتى هو، العساس حتى هو راه كاين وغادي يشهد بهذا الشيء هذا اللي قلت. الجيران كلهم راه غادي يشهدوا بان هذا المحل ما عمره تحل، هذا المحل هذا ما عمره تحل. من شهر 4 ملي جديت انا الرخصه هذا المحل ما عمره تحل. وانا بغيت القضاء يعني يشوف القضيه ديالي، وكما انا دايره ثقتي في الله سبحانه وتعالى، دايره ثقتي حتى في القضاء. القضاء ديالنا نزيه وما كيظلمش وما كيتعداش، ولكن انا راه تفاجات بهذا الحكم هذا. هذا الحكم هذا فاجئني، ما تصورتش وما انتظرتش باش تخرج ليا 20500 درهم نخلصها في واحد المحل اللي انا ما مستغلاش. هذا المحل هذا ما مستغلاش. انا بغيت الناس يوقفوا معايا، وبغيت القضاء يشوف لان هذا الحكم هذا راه ماشي حكم. حيت علاش المحل ما عمره تحل؟ المحل ما مستغلاش انايا، يعني هادشي هذا راه بزاف، هادشي هذا راه بزاف. حيت انا دابا مقابله هي القضايا، هي القضيه اللي مقابله، كل مره قضيه، كل مره دعوه، كل مره. وبغيت نشكر بعدا ما بقيتش كنخدم، ما بقيتش كنخدم، وبغيت نشكر غير المحامي ديالي الاستاذ ديالي الله يجازيه بالخير، صراحه وقف معايا ودار معايا اكثر من الجهد ديالو. يعني اش غنقول لك، انا ما عنديش قضيه وحده، عندي بزاف ديال القضيه، ما يفوق 20 قضيه انا وليداتي. وهذا المحامي دار معايا اكثر من الجهد ديالو، وسواء حنا ربحنا هاد القضايا او لا خسرناهم، المحامي ديالي راه دار اكثر من الجهد ديالو، والغالب الله. هادشي اللي غادي هادشي هذا اللي غادي نقول. انا بصفتي كنت دير سانديك في الموبل هنا، كملت المده ديالي، وتولى واحد الاخ ديالنا نيت ساكن معنا في الموبل، وليت تولى دابا سانديك. هاد السيده هادي من نهار صعوبة هاد المحل هذا ما عمرو خدم بتاتا كاع، وشحال من خطرة عيطات عليا وقالت لي هذا المحل واش كيجي ليه شي حد. أنا بصفتي هنايا كحارس ما عمر شي واحد جا لهاد المحل، وما عمر هاد المحل خدم. راه من نهار دخلنا حنايا لهاد الموبل هذا، من نهار دخلنا لهاد الموبل هذا ما عمر هاد المحل تحل، من نهار تصلح ما عمرو تحل. هذا هو المشكل. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.